في الأزقة الضيقة البغدادية لا يزال يعمل الحرفيون الذين توارثوا المهنة الشاقة والممتعة، فجعلوا من هذا المكان معلما تاريخيا كان في أزمان مضت عامل جذب لكل من يزور عاصمة الرشيد. وبرغم كل عوامل التضييق والإهمال، لا يزال السوق وصفاروه يحاولون فتح منافذ جديدة لهم لتستمر أصوات مطارقهم معزوفة رائعة بلحن بغدادي لن تسمع مثله في أرجاء بغداد كلها.